كلما فكرت في الاستسلام تذكر أمرين. الأول، لماذا تماسكت كل هذه الفترة؟ الثاني، أولئك الذين سيفرحون برؤيتك فاشلا. أنت لست مطالبا بأن لا تخفق مطلقا، لكنك مطالب أن تتقبل وتتجاوز وأن تأخذ الدروس، أن لا تكون أسيرا للموقف أو الشعور السلبي. أنت لست مطالبا أن تنجح كل مرة، لكنك بالتأكيد مطالب أن لا تيأس أبدا وأن لا تتراجع مهما جار عليك الزمان، وأن لا يموت الأمل في قلبك. ما خلقت لتهزيمك امتحاناتك، ولا وضعك الله بمكان يفوق إمكانياتك. لا تيأس، هارب مرة ومرتان وثلاث، قاتل من أجل حلمك. كلما تعثرت انهض من جديد. لا تدع مشكلة وليلة مظلمة تتغلب على أحلامك. أنت من عبرت ظلام الأمس رغم صعوباتك، كذلك ستتجاوز هذه الأيام وتعلن أعظم انتصاراتك. إلى أصحاب الطموحات العظيمة والأحلام الكبيرة الذين قد يعتريهم شيئا من الإحباط، إليكم ما قاله عمر بن عبد العزيز: لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه، ما قام للناس دنيا ولا دين. فادفعوا عنكم هذا الإحباط وشمروا عن سواعدكم وانهضوا، تتحقق أموركم العظيمة بقدر ما تسعون إليها. القوة قرار، هي لا تأتي حين تنتظرها، هي تستدعى. قف وضع حدا لمهزلة الحزن، حدا لذاك الذي لا يكف عن تعذيبك، حدا لكل ما يعيد ابتسامتك وسكونك، حدا لذكرياتك ونكباتك. ويشهد الله أننا نبذل جهدنا كل يوم لنحارب، لنقاوم هذا الكم المهول من الإحباط الذي يداهمنا أينما ولينا وجوهنا. إننا ندعو الله مرارا ألا نفقد عزيمتنا، وأن يبقى تفاؤلنا حاضرا بالخير مهما خذلنا. فقد قطعنا على أنفسنا عهدا أن نظل متشبثين بجذور الأرض، بينما آمالنا معلقة بالسماء. القوة توهب لمن فعلا يكره الهزيمة والانبطاح طويلا للألم.